أهلا وسهلا ومرحبا بكل الأصدقاء الأعزاء الكرام. من غير حكي كتير ندخل في التفاصيل. حكاية اليوم هي حكاية أسوان، بلدنا الجميلة، الشمس الدافية، الأرض الطيبة، النيل الأسمراني، أبو ضحكة تاخد الروح. قلت الحقيقة يمكن نقدر ننشط السياحة شوية. بحكم عملي كمضيفة جوية سابقا لفيت العالم كله، بس الحقيقة أنا ما شفتش أجمل من بلدي. أنا بحب مصر قوي، يمكن الانتماء. كمان ترجمت الفيديو للإنجليش كمان عشان يقدر يوصل لكل الناس وتقدر تعرف قد إيه بلدنا حلوة. يلا مع بعض، يلا. ريت مصر العربية وبالتحديد على الضفة الشرقية لنهر النيل، هي محاطة بالعديد من المحافظات على حدودها، من الجهة الشمالية محافظة الأقصر، ومن الجهة الشرقية محافظة البحر الأحمر، ومن الجهة الغربية الوادي الجديد، ومن الجنوب السودان. أهم المعالم السياحية في أسوان معبد أبو سنبل. يوجد المعبد بجنوب مصر بالجهة الغربية لبحيرة ناصر. تعتبر بحيرة ناصر أكبر بحيرة صناعية في العالم، وتقع بغرب مدينة أسوان، وقد اختارت منطقة اليونسكو معبد أبو سنبل كموقع أثري المسلة الناقصة يتجاوز وزنها 1260 طنا، أكبر منحوتة في العالم. لا نعرف كيف تم نحتها، احتاجت إلى 6000 شخصا لنقلها من مكانها الضيق. تعتبر دليلا على استخدام المصريون القدماء التكنولوجيا المتطورة التي لم تكشف بعد. كانت مغطاة بالرمال، ويعتقد من أمر بنحتها هي الملكة المصرية حتشبسوت في القرن 15. جزيرة سهيل، إحدى جدر مصر النيلية، تقع جنوب مدينة أسوان، بها قرية نوبية نموذجية تعد مدارا للسائحين للتعرف على الثقافة النوبية. كانت في الأصل محجرا يستخرج منه الجرانيت الأسود، وهناك العديد من النقوش الشهيرة التي سجلت أحداثا تاريخية، مثل نصب المجاعة الذي كتب في العصر البطلمي. وتدعى بعض النقوش تسجيل أحداث منذ عهد الملك دوثر ووزيره. برشا المعروف أيضا بمعبد مدويلوس، هو معبد مصري قديم، موقعه الأصلي باب الكلبشة، حوالي 50 كيلومتر جنوب أسوان. المعبد كان يقع على الضفة الغربية للنيل، وتم بناؤه حوالي عام 30 قبل الميلاد. خلال الحكم الروماني لمصر، وهو معبد لعبادة الإله مندويلوس.
مندويلوس إله الشمس عند النوبيين. متحف النوبة يخلد في جنباته وأركانه كل تاريخ وفنون الدولة من خلال التماثيل والمنحوتات والنقوش والمومياوات والأدوات واللوحات وشواهد القبور والجدريات وخلافه، من خلال 17 منطقة للعرض مرتبة زمنيا تشمل منطقة بلاد النوبة والبيئة النوبية ونشأة وادي النيل وعصر ما قبل التاريخ وحضارة العصر الحجري الحديث وعصر الأهرامات والعصر النوبي الوسيط ومملكة كوش النوبية والامتداد الحضري المصري في النوبة والأسرة 25 والعصر المتأخر والنوبة المسيحية والنوبة الإسلامية ومناطق الري والحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة وأخيرا قسم التراث الشعبي. وهنا نوصل لنهاية الفيديو، أتمنى أن أنتم تكونوا أديتوا وقت ممتع معايا، وإلى اللقاء، تحياتي لكم.